وزي ما قلنا ان هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان اليوم يشهد طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود الغياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك استاذ بسنت وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني اجواء خريفيه جميله، احكي لنا عن اخبار الطقس النهارده هيبقى عامل ازاي؟ بالفعل احنا بنشهد اجواء خريفيه بامتياز على كافه مناطق الجمهوريه، درجات الحراره كلها حول المعدلات الطبيعيه على كافه مناطق الجمهوريه. يمكن اليوم تحديدا هو بدايه انخفاض طفيف اخر في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه بمعدل درجتين لثلاث درجات تقريبا. بتبدا العظمى اليوم على القاهره 30 درجه مئويه بعد ما كانت الايام اللي فاتت 32 درجه مئويه، والانخفاض ده بيمتد عشان يشمل حتى السواحل الشماليه اللي هتبدا تسجل ايضا درجات حراره منخفضه عن الايام الماضيه، وهيمتد ايضا حتى محافظات جنوب الصعيد. يعني زي ما قلنا الانخفاض بيشمل كافه مناطق الجمهوريه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. اليوم كمان هيكون في ظهور لبعض السحب المنخفضه والمتوسطه على العديد من مناطق شمال الجمهوريه، من ضمنها السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري حتى القاهره الكبرى. هتحجب جزء من اشعه الشمس على فترات متفرقه من اليوم، وهتكون ايضا من ضمن العوامل اللي بتساعد على انخفاض درجات الحراره خلال ساعات النهار. والسحب دي النهارده المفترض ان هيكون معاها تساقط لامطار من خفيفه الى متوسطه في بعض الاحيان على بعض محافظات ومدن الساحل الشمالي، وهتمتد اقل شده هتكون خفيفه على محافظات الوجه البحري. وطبعا كلها دليل على اعتدال الاجواء نتيجه تاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط. وعلى ذكر البحر المتوسط، اليوم معانا اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ونشاط الرياح هناك على البحر المتوسط حوالي 70 كيلومتر على الساعة، وده بيخلي ارتفاعات الأمواج هناك بتوصل ل 3.5 متر. علشان كده احنا في هيئة الأرصاد الجوية أصدرنا إنذار بحري خاص بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. في أي نصايح ممكن نوجهها للناس اللي نازلة أشغالها أو الناس اللي لسه يمكن بتزور أي مناطق ساحلية فيها بحر؟ بالتاكيد طبعا احنا البحر المتوسط على ذكر الانذار اللي اصدرناه للبحر المتوسط كان الامس واليوم. اليوم ارتفاعات الامواج على شواطئ البحر المتوسط بتوصل ل 3.5 متر، وده طبعا بيجعل حركه الملاحه البحريه مضطربه تماما وارتفاعات كبيره في الامواج. علشان كده بنوجه اول نصيحه للمصطفين على شواطئ البحر المتوسط او حتى مرتادي الاعمال البحريه بتوخي الحظر التام نتيجة هذا الارتفاع الكبير في الأمواج. كمان بنوجه نصيحة للمواطنين على السواحل الشمالية ومحافظات ومدن الساحل الشمالي نتيجة تساقط الأمطار اللي ممكن توصل في بعض الأحيان إلى أمطار متوسطة. الفترة دي هتكون كلها فترة تقلبات جوية بشكل كبير ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وكمان خلال ساعات الليل هيكون في انخفاض وفرق كبير ما بين العظمى والصغرى لنفس اليوم. علشان كده بنأكد على المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية اللي بتصدرها هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على آخر مستجدات. دكتور محمود، الناس اللي بترجع من أشغالها بالليل متأخر أو الطلبة اللي بينزلوا بدري شوية، تنصحهم الملابس تبقى عاملة إزاي؟ خلينا نقول ان لحد دلوقتي برغم انخفاض درجات الحراره بتكون الصغرى على القاهره في حدود ال 22 درجه مئويه، ودي تعتبر اجواء معتدله سواء خلال ساعات الليل او ساعات الصباح الباكر. فنقدر نقول ان الملابس لازالت صيفيه، يعني الملابس حتى الان صيفيه بامتياز، نقدر نتعامل مع هذه الاجواء. لكن الفتره القادمه ومع تقدمنا في فصل الخريف ومع مرور الايام هنبدأ ننصح الناس بعد كده بارتداء جاكيت خفيف خلال ساعات الصباح الباكر أو خلال ساعات المساء،
لكن حتى الآن الملابس الصيفية لا زالت مناسبة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. شكرا ليك دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات، ونبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 30 درجة مئوية والصغرى 22، أما العاصمة الإدارية فالعظمى فيها 30 الصغرى 21، الإسكندرية 28 العظمى أما الصغرى فهتكون 22، العلمين الجديدة 27-21، مطروح 26-22، دمياط 28 العظمى الصغرى 22، بورسعيد 29 العظمى الصغرى 22، إسماعيلية العظمى 31-22 الصغرى. السويس هتكون العظمى فيها 31-22، العريش هتكون 28-22، كاترين أو سانت كاترين 28-13، طابة 31-23، حلايب 27 الصغرى أما العظمى هتبقى 30، شلاتين 33 العظمى الصغرى هتبقى 25، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 33-24، الفيوم العظمى فيها هتكون 31-21، بني سويف 31-20، الوادي الجديد 35-22، أسيوط العظمى فيها هتكون 33، الصغرى فيها هتكون 21، سوهاج 34-22، إنا 36-23، الأقصر 36 العظمى 24 الصغرى، أسوان 37-24 ودي أعلى درجة حرارة. دلوقتي هنتابع مع بعض بقية فقراتنا ونرجع مرة تانية لدينا وشاذلي، مرة تانية بنرجع لكم. شكرا ليك يا بسنت.